ذلك أحد المواضيع الفقهية التي تم التداول بشأنها في إطار عملية حج بيضاء، عملية تم تدريب عدد من الحجاج على أداء مناسك الحج من خلال عدد من المجسمات كمجسمي الكعبة ورمي الجمرات. عملنا مجسمات للمراحل الكل، من خيم، من حافلات، من كعبة، من طواف، من سعي، من كل شيء، من رمي جمرات، باش نحطوهم في الإطار، باش نحضروهم نفسانيا وعمليا لعملية الحج. منظم هذه العملية ركزوا بالخصوص على المسائل التنظيمية، إذ قدم المرافقون جملة من النصائح لتوعية الحجاج بالمصاعب التي يمكن أن تواجههم مثل الازدحام. أهم نصيحة أن المجموعة تبدأ مع بعضها وتفهم مع بعضها، كان يتخلف واحد من المجموعة ما تنجمش تستناه، ثم بعد معناها كان تخلف ربما واحد يذيع، احنا إن شاء الله نفسروا لهم ديما حتى ولو تخلف، تبعوني خياني، حتى ولو واحد تخلف. شنو الفكرة؟ باش نعملوا سبع اشواط وانتم تعرفوا منين نبداو ومنين نوفاو، تكملوا سبع اشواط نتاعكم، ما لقيتش المجموعه تمشي تسال على وين الصفاء. الاستعدادات للحج من خلال هذه العمليه البيضاء زادت في شوق من شارك فيها لزياره بيت الله الحرام. انا شرهان ونتمنى فيها، عندي 5 سنين وكي سهل لي ربي فرحانه بها. نضرب الكعبه احسن حاجه وفرحانين ان شاء الله نمشوا لاباس ونروحوا لاباس. حاجه كبيره برشا عملوها لنا بارك الله فيهم يحكم الصحه، حاجه هي اللي يسر. وبالإضافة إلى مراحل أداء مناسك الحج، فقد تضمن برنامج هذه العملية فحصا طبيا للحجاج الذين قدموا من ولايات مختلفة من تونس الكل.